عندنا كمان ملفات كتير نتكلم مع طبعا حضرتك فيها، واكيد هتكون البدايه يعني محليا بعد الماتشين، اخر ماتشين للنادي الاهلي واستعدادنا لمباراه بكره ان شاء الله. شايف عموما مشوار النادي الاهلي في النسخه دي عامل ازاي من اوله؟ النسخة العربية ولا المحلي، الأفريقية الدوري ولا المحلي؟ المحلية؟ لا المحلية، دوري المحلي المحلية. هي طبعا بدأت في دراسة بين المدرب وبين اللاعبين والأجهزة والجمهور، وإن هو يتأقلم، يبقى عنده أدابتيشن أو تكيف لظروف المكان اللي هو فيه. فدي خدت وقت منه في الأول شوية، فانه مش عارف يظبط الامور بالنسبه للعيبه اللي عنده. عنده مجموعه لعيبه متميزه جدا، صحيح، ما كانش يعني التركيبات والتلميحات وربط المجموعات ثم ربط الناحيه الفرديه ثم الناحيه الجماعيه، سواء اثنينات او ثلاثات جروبات يعني، ثم ال 11 مع بعض، دي خدت منه وقت. عشان كده احنا في اخر شهر بدأ الشكل اللي هو يتخيله يظهر، واللي احنا ما كناش نعرفه هو عاوز ايه. يعني هو ده كان التخيل او السيناريو اللي حطه في دماغه واللي هو بيشتغل بيه واللي هو بيجهز فيه، عايز يوصل لفرقه النادي الاهلي ان عنده قوام، ما يبقاش 11 لاعب او 12 لاعب اللي بيلعبوا معاه ويعتمد عليهم كلهم، لا، عنده على الاقل دلوقتي في 20 لاعب متميز، يعني عايز يوصل بالفريق للوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. اللي احنا شايفينه دلوقتي حلو. بالعكس، اللي احنا شايفينه لسه برضو ما هياش 100 100، هو دي نقدر نقول 80% من اللي في دماغه. اوكي، يعني احنا وضحت الصوره لنا الناس اللي هم يعني في الكوره حاسين، لان لسه ناقص بعض الديفوهات هو يعرفها يعني، واحنا عارفينها ما بنقولش، لكن لما هتكمل الصورة أجمل، هتبقى أجمل وأجمل.